زميلنا العزيز عمرو نبيل ايضا من امام مقر اقامه نادي الزمالك. عمرو مساء الفل عليك، اتفضل. مساء الفل عليك الزميل العزيز احمد خيري، ومساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في تغطيتها الخاصه والحصريه للسوبر المصري الذي يقام هنا في مدينه الخير والسعاده في مدينه ابو ظبي، وسط استقبال حار من كل مسؤولي مجلس ابو ظبي الرياضي، طبعا بالترحيب بجميع الفرق المصريه المشاركه في هذه النسخه من بطوله السوبر المصري. سيراميكا كليوباترا ونادي بيراميدز ونادي الاهلي ونادي الزمالك طبعا ليهم كل التحيه على شاشة اون تايم سبورتس. خيري، خلينا نخش على طول في الاجواء ونقول اصداء السوبر، اصداء السوبر منتشره يعني كالهشيم في او كالنار في الهشيم هنا في ابو ظبي طبعا ما بين الجاليات العربيه. الامر مش مقتصر على جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، لا، الموضوع في الجاليه الجزائريه، الجاليه المغربيه، الجاليه جميع الجاليات العربيه وايضا يمكن بعض الجاليات الافريقيه الموجوده هنا في مدينه ابو ظبي يتحدثون عن هذه طبعا المباريات وعن السوبر المصري نتيجه تواجد انديه جماهيريه بحجم طبعا الاهلي والزمالك، اكيد بيضيفوا لاي بطوله الكثير والكثير نتيجه طبعا تاريخهم الكبير. خليني اقول لك النهارده تدريب الزمالك كان في الساعه 4:15 على المجمع ابو ظبي الرياضي طبعا للكريكيت، طبعا جاء مبكرا بكيا المدرب العام في برفقه طبعا الكابتن احمد مجدي. يمكن كان النهارده تحضيرات خاصه من جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك، النهارده كان متحفز وكان النهارده فارض السريه على تدريبات نادي الزمالك طبعا من أجل زيادة التركيز عند اللاعبي نادي الزمالك، من أجل طبعا يعني مواصلة الانتصارات والبطولات لجماهير نادي الزمالك. وده طبعا كان النهارده كان يعني حديث الدكتور حسام المندو وهو رئيس بعثة نادي الزمالك تحدث معنا طبعا، سيكون هذا اللقاء على شاشة اون تايم سبورتس، وقال فيه طبعا أن جماهير الزمالك متعطشة للمزيد من البطولات وليس طبعا السوبر الأفريقي الأخير، لكن إن شاء الله بيوعد الجماهير وبيوعد كل المتابعين لنادي الزمالك بمزيد من البطولات. يمكن تدعيم ودعم كبير جدا من مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب لكل لاعبي الفريق. يمكن النهارده الجانب الفني النهارده يمكن جوزيه جوميز النهارده بيركز على بنتايك في مركز الظهير الايسر، عمر جابر سيكون في مركز الظهير الايمن طبعا في مباراه الزمالك امام نادي بيراميدز. ما زال طبعا محمد عبد العاطي دونجا النهارده لاول مره بيشارك النهارده خيري يعني بالجري حوالين الملعب. مصطفى الزناري النهارده انتهى من البرنامج التاهيلي وبدا يشارك في التدريبات الجماعيه لنادي الزمالك. يمكن النهارده جوزيه جوميز عمل تقسيمه النهارده ما بين يعني فريقين في وسط الملعب النهارده، يعني سمول جيم زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، ما بين الفريق البرتقالي والفريق الابيض. طبعا النهارده شيكابالا وعبد الله السعيد، وكانت يعني النهارده اجواء فيها المباراه كان فيها يعني حماس ما بين لاعبي الزمالك في هذه التقسيمه الخاصه. طبعا يمكن بدا جوزيه جوميز يعني يضع ايده على بعض مفاتيح اللعب لنادي بيراميدز النهارده، ويمكن النهارده كان في حديث خاص ما بينه وما بين عمر جابر من اجل طبعا يعني زياده التركيز والبعض واعطاه بعض المهام الخططيه الخاصه بمباراه نادي بيراميدز. خليني اقول لك المعسكر الابيض يعني معسكر في حاله من التركيز بشكل كبير. ننتقل الى معسكر نادي بيراميدز طبعا بقياده مديره الفني كرونسلاف يوريشيتش المدير الفني الكرواتي، يدخل طبعا هذه المباراه وهو يعني يسعى الى تحقيق هذه البطوله في ظل طبعا يعني تواجد العديد من الفرق القويه والمتميزه في السوبر المصري. خلينا اقول لك النهارده المران بدا طبعا بمحاضره فنيه استمرت لمده 10 دقائق من قبل المدير الفني الكرواتي للاعبين. يمكن النهارده شهد المران عوده ابراهيم عادل طبعا احد نجوم منتخبنا، وكان صاحب يعني هدف متميز جدا في مباراه موريتانيا النهارده وسط معنويات كبيره طبعا بعد فشل يعني احترافه في نادي ختافي الاسباني. خليني كمان خير اقول لك النهارده يمكن جوزيه جوميز النهارده بيركز على الجانب الخططي بشكل كبير جدا، وبيعتمد النهارده على يعني التوازن ما بين الدفاع والهجوم. وده النهارده اللي كان بيتكلم فيه مع لاعبي نادي بيراميدز في هذه المباراه. يمكن دعم كبير ايضا من قبل مسؤولي نادي بيراميدز على راسهم طبعا المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز النهارده اللي كان موجود ومتواجد النهارده من اجل تقديم الدعم لكافه اللاعبين. يمكن طبعا الصفقات الجديده طبعا ستكون يعني اضافات قويه لنادي بيراميدز في مباراه نادي الزمالك، طبعا برحمن مجدي وطارق الجبري طبعا الظهير الايمن القادم من سموة
مطروحه لعب من اللاعبين المتميزين، ستكون طبعا صفقات مهمه جدا، ويوسف اوباما ايضا في خط الهجوم، صفقات يعني ستضيف الكثير والكثير لنادي بيراميدز في مباراه نادي الزمالك طبعا المهمه يوم الاحد القادم. يمكن سيكون لصديق اوجولا يعني دور كبير في هذه المباراه طبعا نتيجه لما يمتلك اللاعب من مهارات خاصه، ونادنا النهارده اللي لاحظناه وشفناه في التمرين الخاص بنادي بيراميدز الزميل العزيز احمد خيري. يمكن دي الصوره الكامله هنا من ابو ظبي مدينه الخير والسعاده طبعا المستقبله، كل افراد يعني الفرق المصريه بكل خير وسعاده وكل ترحاب. الزميل العزيز احمد خيري لسه التغطيه مستمره على شاشه اون تايم سبورتس والسوبر المصري. تفضل الزميل العزيز احمد خيري.